أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من صباح العربية. أهلا أحلى نادين، كنت بستنى أحلى وأحلى سيارة رمضان حجيب العيد. وصباح الخير على كل المشاهدين، ولدينا اليوم مواضيع مختلفة، هذه أبرز عناوينها. بعد توقف دام 14 عاماً في رمضان، المدارس السعودية تفتح أبوابها للطلاب في شهر الصيام، وتوافينا من هناك غادة الفهد. الطهي ثقافات وفنون ومزجها في طبق عمل يوحد العالم. معنا طاه يجمع بين الثقافة العربية والأوروبية في طبقه، نبيل بقوس نجم توب شيف. أهلا وسهلا يا جماعة الخير، معكم الشيف نبيل بقوس من تونس، من المغرب ومولود بإيطاليا، يعني خليط من الثقافات. يعني استنوني وشوفوا إيش مش نعمل من بعد. هل تآمر فيسبوك لتشويه سمعة تيك توك؟ اتهامات تطال عملاق التواصل الاجتماعي الأمريكي بدفع الملايين للتشهير بمنافسه الصيني. ولدينا أيضا في صباح العربية، في سنوات قليلة تغير جذري في عادات متسوقي البقالة حول العالم، وسوبر ماركت قد تشهد رمضان يأتي مع سيل من المشروبات المحلات، ولكن ماذا لو كان هناك عصائر صحية؟ تغير المعادلة في شهر الصيام مع عطش رمضان وتزايد. دراما العربية الرمضانية أوسع بكثير من معاقرها التقليدية، ومن المغرب إلى العراق، خيارات متنوعة، كل ذلك على منصة شاهد. ونذكركم بأنه يمكنكم أن تشاهدوا برنامجنا وبرنامجكم صباح العربية على منصة شاهد مجانا. أيضا راسلونا على هاشتاغ البرنامج صباح أندرسكول العربية على تويتر للرد على سؤالنا التفاعلي. السؤال اليوم: ما هي المشتريات التي لن تشتريها أبدا عبر الإنترنت؟ الإجابات سنعرضها على منصاتنا على مواقع التواصل، ونسأل أولا نادين، شو المشتريات اللي ما تشتري؟ يعني حسب خصصي، مثلا إذا مشتريات سوبر ماركت الخضرة والفواكه بحب أنا هيك أشوف بعيني. حلو. إذا مثلاً ملابس، مثلاً الملابس الثمينة البراندز وهيك بفضل إني أشوفها كمان في إيدي. إيه حتى ما تنسى. وشو كمان؟ شو كمان تساعدك؟ خلاص أظن بكفي، خلي نعطي مجال لراوية تجاوب. سؤال صعب لأنه تقريباً أول شيء صباح الخير، صباح النور، صباي لكم ولكل المشاهدين. صعب بصراحة السؤال لأنه ما ضلش إشي ما بينشر أونلاين، بس تشتري خضرة وفواكه. الشغلات اللي ما بنقدر نتأكد من جودتها أنا ما بشتريها أونلاين، مثل الخضرة والفواكه زي ما قلتي، مجوهرات، أكسسوريز غالية يعني. وخصوصا إذا كنت هذا البراند أنا ما بعرفه، كريمات مثلا، كريمات للتجميل، للعناية بالبشرة، إذا براند ما بعرفه مستحيل أشتري أونلاين. صح معك، يسعد صباح. هذا أنا. تفضلي. صباح الخير. صباح النور. عم بفكر شو ممكن. وفي هذا اليوم الجميل ويوم الجمال، يوم رمضاني جديد في صباح العربية، نبدأه معكم بابتسامة وبدراما. نتساءل يا سهام، لماذا تسمية دراما؟
فعلا دراما نسمعها كثير في رمضان، كلمة على ما يبدو تأتي من اللغة الإغريقية القديمة وتعني يا نادين العمل، تعني أيضا تناقض، لأن تشوفي مسلسلات فيها حزن، فيها بكاء، فيها ضحك، خليط يعني من فرح. مشاعر، يمكن من هالكلمة الإغريقية إجت كلمة دراما. حلو. إلى الشاشة العربية. على كل حال وفي إطار مشوارنا الدرامي كل يوم يأتي الجزء الرابع من المسلسل المغربي سلمات أبو البنات في أعقاب بث الجزئين الأول والثاني، وذلك ضمن دراما رمضان الماضي والذي سبقه. أما الجزء الثالث فقد تم بثه خارج برمجة رمضان. إذن هذه الدراما مليئة بالصراعات والمفارقات، تعود مع الكثير من الأحداث والتساؤلات التي ظلت عالقة في نهاية الجزء الثالث. نتابع مع سهل وعلي. غلطت من لحظة كفر البوست، تستحقي. أنا اللي قتلت بنتي. أنا كان بغيختي وكان فكر لها في مصلحتها. ما عمرك فكرتي مصلحتي شو واحد؟ هرب على مزوجة فيك، تخليش ولدي يمشي الحبس. شنو بغيتيني ندير مخرب عيدي؟ يجي راجل آخر ياخذ باسم بك؟ اللي عطى الله عطاه، راجلها مات وصافي الله يرحمه. رجل متقاعد يدعى المختار السلمات، كان عمله سبب رئيسي في بعده عن عائلته اللي يعيش معها، لكنه لا يعرف عن أحوالها شيئاً. يتفرق فيبدأ محاولاته في التقرب من بناته، ليكتشف أن انشغاله عنهم طوال هذه السنوات قد غير كثير من أفكارهم وعاداتهم وسلوكياتهم، خاصة عندما يبدأ الاستعداد لتزويجهم. وليك بوحدكم بالخيط الطريقة الناقصة. عطيفة قولي لي اش كاين، قولي لي اش هي فشلة لي. خلاك انت وخلاني انا ومش غادي نوجد زهرة وكربي ودها. انت واحد فيكم ما كيفهمني، انت واحد فيكم ما كيحس بيا. ما كنسمعيش اش كتقول، كلامي ما بقاش عنده قيمة، مصيبة. عطيتيه بنتك لحجر عليه. وقاف. إلا ماتت تشوف سببا. دراما مغربية مليئة بالصراعات والمفارقات تعود بجزء رابع مع الكثير من التساؤلات عن الأحداث التي ظلت عالقة في نهاية الجزء الثالث، وهناك تشوق كبير لمعرفة الإجابة على الكثير من هذه التساؤلات. منكي كرهته، أمل دفن راسها وكرهت حيازة حتى كرهت بنتها، ونسري بنتي كتموت نهار على نهار. كنحاول نبقى قوية قدامه، ولكن عارفة راسي الداخل كنتهرس نهار على نهار. بيليا غلطت من لحظة كفر البوست، تستحقي. هو الحمد لله في هذا الجزء كاينين احداث جديده، معنا فنانين حتى هما غادي يلتحقوا بينا في المسلسل، اللي عطاو واحد اللمسه زوينه للمسلسل سلامات ابو البنات. وبيان سور كو المخرج ديالنا العزيز الغالي هشام الجباري طرق بزاف ديال المواضيع جديده في هذا الموسم، هي بيان سور تكون استمراريه لما سبق، وغادي يكون واحد التغيرات اللي كطرا في جميع العائلات المغربيه، والناس غادي يعيشوها معنا وغادي يتفاعلوا معها. كل جزء كان مختلف تماما على الجزء الثاني، لان كل جزء يتحدث عن موضوع معين. شفنا في الموسم الاول الموضوع ديال الاشهاد غير الشرعي، الاختطاف، الموسم الثاني المشاكل العائلية، الموسم الثالث اللي هو كان بالنسبة للدور ديال عمر الإدمان على المخدرات، والجزء الرابع فهي مليئة بالمفاجآت، والتحضير ديالو كان مغاير تماما عن المواسم الثلاثة اللي دازو. العديد من أبطال الأجزاء الثلاث السابقة حاضرون في هذا الجزء، حيث يضم المسلسل كوكبة من كبار نجوم الدراما المغربية، بالإضافة إلى أسماء جديدة، وذلك استجابة لتطور الأحداث في المسلسل المليء بالمشاعر ما بين الحب، الغضب، الخوف والخذلان. على كل المزيد ينضم إلينا هنا في الاستوديو كما جرت العادة الزميل يوسف زين الدين من فريق شاهد. يوسف يسعد صباحك اليوم. يسعد صباحكم يا رب. طيب يوسف، تطرقنا في الحلقات السابقة للمسلسلات المصرية والمسلسلات الخليجية، اليوم نتحدث عن مسلسلات عربية مغربية شامية وعراقية. نبدأ بمسلسل جوقة عزيزة ملكة المسرح في بلاد الشام عقب الاحتلال الفرنسي. طبعاً عم نحكي عن نسرين طافش بجوقة عزيزة اللي رح يكون بطلتها، بالإضافة لسلوم حداد، أيمن رضا، وهبة نور وغيرهم أكيد كمان من النجوم السوريين. رح نرجع نشوف هون الدراما السورية، حنشوف
قصة عزيزة وهي طب قبل أن نحكي عن القصة نشوف كليب حتى نعطي فكرة للمشاهدين. لحتى طلعك من دفات صدري وانفخك وموت. ليش بدكم تلفشوا التراب على جسدي؟ قولك أنا خربطت إيقاع الدنيا كلها لحتى يزبط مع إيقاعك. ولك عم تضحك على عزيزة. الله يعينك على طريقك يا عزيزة. لا ممكن حدا يقدر يسبق جوقة عزيزة وحميها فيها. لك أنا عمي ولك أنا اللي عبيت الإيقاع بأناني ومن دقة الدربكة عملت الأغاني وبهدلوا. لحتى طلعك من دفات. طب يوسف قصة المسلسل جوقة عزيزة احنا زي ما شفتوا يمكن من البرومو انه هم زي فرقة شعبية كيف التياترو كان زمان وكذا، فهي عم تشتغل كانت على تشكيل فرقة مع سلوم حداد بالمسلسل، وبيكون في فرق تانية طبعا بتصير في صراعات بين الفرق القديمة والفرقة الجديدة، بدها تبني كيان لنفسها هي بهذا المجال. بس ولكن هو كأنه مش كتير يعني بدنا نفهم هو شوي دراما ولا كوميديا، كوميديا دراما كيف؟ شوف نقدر نحطه تحت إطار الدراما الكوميديا أو الكوميديا السوداء كمان يعني. أوكي. في أشياء راح تصير أو مواقف راح نشوف كيف في راح يصارعوها في أيضا في شخص بالأخص في المسلسل راح يكون واقف يعني زي حد لإلها، هل حتقدر انها هي تتخطى ولا لا؟ طبعا احداث المسلسل رح تفسر لنا. خلصنا منها جوقة عزيزة، نروح لمسلسل ثاني وهلا نروح للمغرب العربي. المغرب العربي اولاد الدار بنشوفه وبعدين نحكي معك. كيم سيف تليفونات القيمه ديالها اكثر من الثمن ديالها. ريت شفنا التليفون بنت فورماطي الله يرضي عليك. عمر منين جبتي التليفون؟ البراني هذا من اكبر رجال الاعمال هاد الدراري. التليفون قلبت عليه ما لقيتوش، كنا هيت لقيتو طافي. جيب لي تليفوني في المكان سما جيبو في الارض جيبو. انا حياتي كلها كنت عايشه معاك في كذبه. كنبغيها. انت ما يمكنش تبغي واحد فحالك. الضحك اللي كتحكي مع عمر ما بغيتش نبقى نشوفو هنا. جاتك الغيره؟ اليوم غنشعل العافيه في هاد الهنكار هادا. اش بينك وبينهم؟ فين كتعرفيهم؟ فين تلاقيتو؟ علاش انا بالضبط اللي كيهدوني؟ اللي صار واش حلاقيتي تلقى؟ اليوم ما أسرار ديال حياتي كاملين في التليفون. في شاهد يوسف كثير في مسلسلات مغربية ومغرب عربي، أولاد الدرب شو بيميزوا؟ شوفي قصة أولاد الدرب صراحة جميلة، احنا هون عم نحكي عن إثارة وتشويق ودراما. قصة المسلسل صراحة أنا عجبتني صراحة لما قرأتها وبلشت أحضر الحلقات، إنه شاب بيكون مهووس بعالم الكمبيوتر بالصدفة بيلاقي تليفون أو هاتف لرجل أعمال مرموق. فأكيد طبعاً حيكون في أسرار، حيصير في ابتزاز، رح يصير في انتقام، فالنوع من الأعمال اللي فيها إثارة وتشويق يعني اللي بيحب إنه يحضرها منفذ بطريقة جداً جميلة. وحتى كمان إحنا عم نشوف هون نخبة من النجوم المغرب العربي أمين ناجي وفي جودة بالإنتاج والتصوير كمان طبعاً من الواضح أكيد. فزي ما حكينا يمكن إحنا قبل كم من يوم إنه عم نتقرب من بعض كلنا لما بنحضر المسلسلات من مختلف المناطق بحيث إنه نتعلم على اللهجة ونشوف. بالحديث عن مختلف المناطق واللهجات إلى العراق هو مسلسل الماس مكسور، شوف القصة ونرجع. رجال ما تستحي وقف جاي تعتدي على ابنية اللي هي بتعمق وأبوها مقعد قاعد بالبيت. شو؟ يلا امشي. دول اللي انت ملف فيهم تتصور اخليهم يتنفسون الهواء ما طول اني عايش. تدري ايش قد افرح من اشوف ايش تضحكين؟ احمد انت كذبت علي، لعبت بمشاعري وكسرتني. والله هذا الطبيب مبين راح يداوي قلبك. جابك هنا؟ مو قلت لك انا مخبر؟ احمد اني احبك. انا كل شيء مفتهمه وكاشفه كل شيء واعرف من زمان. قسما بالله إذا تبعني بشرطها عقلك هنا زين؟ يوسف الماس مكسور مسلسل عراقي كما قلنا اجتماعي عائلي، حدثنا أكثر عنه. وفي رومانسية لأنه عم بيحكي عن قصة شابة هي متوسطة الحال لأقل، فقدت والدتها، والدها مقعد مسؤولة عن إخوانها، فاليوم عم نشوف أنه بعد فترة ترجع تتقابل مع الشاب الوسيم
ألكسندر علوم، فبيصير في بينهم قصة حب بس، ولكن أيضا حيكون في حدا واقف لهم عقبة وهو ابن عمها. فعنشوف الصراع العائلي كيف حيصير، صراع الحب اللي موجود. فمن المسلسلات أيضا اللي عم بتجيب نسب مشاهدة وتفاعل على السوشيال ميديا. يعني إن شاء الله تكون حياتنا ألماس بس مش مكسور. يا رب. الله يا رب. شكرا جزيلا، تنورنا دائما يوسف زين الدين من فريق شاهد، شكرا لك. ونستكمل مواضيع الصباح العربية ولدينا بعد الفاصل. رمضان فرصة للتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وحتى لمرضى القلب فرمضان يعتبر والصيام يعتبر فرصة للسيطرة على أعراضهم وعلى حالتهم بصفة عامة، ولكن بشرط طبعاً اتباع نصائح الدكتور. الصيام بيساعد في تخفيض نسبة الدهون في الجسم، في تخفيض معدلات نبض القلب، في تخفيض معدلات ضغط الدم، وذلك لأنه تقريباً بينزل ب 15% من نسبة الدم المضخ للجهاز الهضمي. أغلبية مرضى القلب المستقرين بإمكانهم الصيام برمضان، ولكن بشرط زيارة الطبيب على الأقل شهر قبل رمضان، وذلك لتعديل جرعات ومواعيد الأدوية ولتقديم بعض النصائح الغذائية. بالنسبة لأمراض الشرايين واللي هي الفئة الأغلى ما بين أمراض القلب، فبإمكانهم الصيام مدام أنه الأعراض مسيطر عليها بالأدوية، حتى لو عاملين قسطرة قلبية، حطين دعامات، عاملين عملية قلب مفتوح قبل 6 أسابيع. بالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم المستقر على الأدوية، فبإمكانهم الصيام، حتى أنه ساعات بنقلل جرعات الدواء لأن الصيام بيساعد على تخفيض معدلات ضغط الدم. بالنسبة لمرضى قصور عضلة القلب الذين ليس لديهم أعراض حادة ولا يأخذون أدوية مدرة للبول خلال النهار للسيطرة على الأعراض، فبإمكانهم الصوم. من هم مرضى القلب الذين لا يمكنهم الصيام؟ هم المرضى الذين يضطرون لأخذ أنواع معينة من الأدوية بسبب أعراض قلبية. هم المرضى الذين أصيبوا بذبحة قلبية أو أزمة صدرية منذ أقل من 6 أسابيع. هم المرضى الذين لديهم قصور حاد بعضلة القلب مع أعراض حادة وشائعة. هم المرضى الذين لا يستقرون على نوع واحد من أنواع أدوية الضغط. نصائح غذائية لمرضى القلب في رمضان: عدم تناول وجبة واحدة وتفضيل 3 إلى 4 وجبات، الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف من الخضار من الفواكه، التقليل من الأطعمة الغنية بالأملاح بالصوديوم وبالدهون غير الصحية، الإكثار من شرب المياه على الأقل 8 أكواب في اليوم، والتقليل من استهلاك المشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاي لأنها بتساعد على إضرار البول. أهلا بكم من جديد. في الطعام تتنوع التوابل وتتغير الخلطات وتختلف الألوان يا نادي، لكن يظل الطهي قبل كل شيء عملا ثقافيا وفنا يستمد ملامحه من العادات والثقافات الشعبية. هو عالم يخضع إلى أنظمة دقيقة، فالطبق الذي يكون شهيا في أحد البلدان يمكن أن يكون غير مستساغ في بلد آخر. فحاسة التذوق ترتبط كثيرا بالعادات المكتسبة، وبالتالي كثيرون لا يغامرون وآخرون يقبلون على مزج هذه الثقافات ضمن مكونات أطباقهم. ولكن يبقى الشرط هو عدم خرق أساسيات الطبق وفلسفته التي تحاكي عادات وتقاليد البلد. والمزيد عن أطباق رمضان إليك يا علاء. تعتبر الأطعمة ثقافة وتقليدا خاصا بالمجتمعات والدول، فمن السلطات الطازجة إلى الشربات المغذية والكباب إلى المعجنات والحلويات، هناك وجبة رمضانية مميزة. نسافر بكم إلى جنوب آسيا، سنجد حساء حليم في باكستان والهند وبنغلاديش، يحضر من الحبوب مثل القمح والشعير ويختلف حسب الفاكهة المضافة. تتميز إندونيسيا بطبق لابيس ليجيت، هو من الأطعمة والأكلات الرمضانية. هذه الحلوى اللافتة للنظر تستغرق وقتا طويلا لبناء 18 طبقة تقريبا.
في تركيا خلال شهر رمضان هناك تنشغل المخابز بصنع الخبز المعروف باسم رمضان بديسي، لن تجده في بقية العام في تركيا. وإلى اليمن تعد عصيدة المرق من أشهر الأكلات هناك، تختلف عن باقي أطباق العصيدة الشائعة في مختلف الدول العربية. في السعودية خاصة وفي الخليج عموما تعد شوربة الحب والسمبوسة من الأشهر على مائدة رمضان. أما في مصر ومع اختلاف المحافظات، لكن تبقى سفرة الحمام والبط والوز تميز الإفطار في رمضان. بلاد الشام دائما ما تجد طبق سلطة الفتوش الشهير دائما على المائدة. وفي بلاد المغرب العربي تتميز بطبق حساء الحريرة في المغرب والبريك في تونس، كذلك في باقي الدول المغربية. شيف نبيل بقوس نجم برنامج توب شيف على NBC. نبيل يجمع ثقافات طهي مختلفة، ولد في إيطاليا لأب مغربي وأم تونسية، وتنقل في حياته بين بريطانيا وأستراليا والبرازيل، لكنه يظل يحمل المسؤولية تجاه المطبخ العربي الأصيل وأهمية إيصاله بإتقان للعالم. مية فلسفية في أطباقي نوري شخصيتي وخبرتي. أنا تولدت في إيطاليا، أمي تونسية وبابا مغربي. أمي هي اللي عدت لي الطبخ في عروقي. درست في واحدة من أحسن المدارس في الطبخ بإيطاليا. بعد دراستي قدمت مع أحسن شيفان ما بين لندن، أستراليا والبرازيل، وأنا توا نخدم في ريستورانت أنيت والميشلان. في 2018 ربحت بطولة العالم بالكوسكسي. أنا نحب المكونات العضوية، في أطباقي نحط ديما برشا ألوان، نحط فيهم شخصيتي التونسية، شخصيتي المغربية والإيطالية. أنا عشت كل حياتي في إيطاليا، والتوب شيف لي أنا فرصة باش نرجع للجزر العربية. على كل للمزيد ينضم إلينا من دبي الشيف نبيل بقوس. نبيل يسعد صباحك، نورنا في صباح العربية، أهلا بك. صباح الخير، أهلا بكم. صباح النور نجم، نكون لهنا معاكم. أهلا نجم، برنامج توب شيف، شكرا على وجودك معنا ونورتنا. طيب أنت تونسي مغربي مولود في إيطاليا وتجولت في العديد من الدول، كيف انعكس مزج هذه الثقافات على مكونات أطباقك؟ أنا هلا جيت لدبي وشغال بـ ICCA School اللي هي International Culinary Arts School. نحن نعلمه الطبخ التابع الانترناشنال. شو يعني؟ أنا جيت لدبي باش نقرب للجذور العربية صراحة. ويعني البلاد هذه نحسها في سخونة، ونحسها تحبني ونحب كثير هذه البلاد. وفيها مش ثقافات كمان يا نبيل. أيوة بالضبط، ولقيت فيها برشة ثقافات، ولقيت فيها برشة وخليت الثقافات اللي هي نفس الشخصية بتاعي. شيف نبيل، نحن نعيش اليوم في عصر تنبغي ضرورة الحوار بين ثقافات الدول، ودائما المطبخ والأكلة المعينة في بلد ما لها قيمة اجتماعية عالية. اليوم إلى أي حد أنتم كطهات وكخبراء في الطهي تريدون تسليط الضوء على مسألة العادات والتقاليد لأكلة ما قبل التوابل والبهارات والخلطة السحرية لهذه الأكلة؟ صحيح، اليوم الشيفان هما مسمعين برشا من عند الناس، يعني اللي يعملوا الشيف، اللي يوري الشيف، الناس قاعدة تسمع وتحب تتعلم من عندهم. نحن شفيه عنا مهمة كثيرة بهذا العالم، والمهمة متاعنا باش نوري الثقافات البلدان الكل ووريهم نحطوهم بالأكل.
طيب لكن يا نبيل يعني أنت تمزج بين ثقافات مختلفة، كيف تقدر وقدرت من خلال أطباقك اللي يحبوها الناس أنك تحافظ على أساسيات وشعبية الأكلات؟ مثلا وقت ما ربحت بطولة العالم الكوسكسي ربحت بكوسكسي في خليط من الثقافات التابعة في مكونات إيطالية ومكونات تونسية وفي بهارات المغربية، يعني هذا الخليط هذا هو اللي نجحني بربح الطبق وبربح بطولة العالم. يعني شنو نعمل أنا بالطبق؟ طب حابب تسترجع شيف نبيل؟ أنا بالطبق متاعي بالطبخ متاعي شيف نبيل. أيوة. حابب تسترجع معنا على صباح العربية ذكريات نجوميتك في توب شيف وتعملنا طبق كسكسي؟ شو محضر لنا اليوم؟ أو بريك بالكربونات زي ما عم بقولوا. اليوم محضر لكم طبق. أيوة اليوم محضر طبق، هو طبق التونسي ديما عنده فوق الطاولة في الوقت اللي فطر. مش نعمله البريك. الله اما مش خديت البريك الكونتابل الكونسكت البريك ومش نعمره من جوا بالكربونارا فليفر، يعني مش نعمله بريك كربونارا، مش نحطه في البيض، مش نحطه في جبنه البارميجانو ريجانو اللي هي جبنه ايطاليه، ومش نحطه في اللحم المدخن، ومش نحطه في شويه فلفل اسود اللي هما المكونات اللي يدخلوا في باستا الكربونارا. حلو. طيب حنكون معك شاف في تاني ساعة لنبلش معك هذا الطبق، وشكرا على وجودك مرة ثانية معنا ونرجع لك. أوكي. شكرا شاف نبيل. إلى فقدان السمع الدائم تم علاجه بمضاد حيوي طارئ واسع الاستخدام، فالعادة يعطى الأطفال الذين يتم إدخالهم إلى العناية المركزية مضادا من نوع آخر في غضون 60 دقيقة، غير أن هذا المضاد الحيوي يمكن أن يسبب خطر فقدان السمع للأطفال الذين يحملون هذا المتغير الجيني. بعد النحل والطيور دخلت الأسماك عالم القدرات الحسابية، حيث بيّنت دراسة نشرت أخيراً أن لبعض الأسماك قدرات رقمية معقدة تصل إلى حد الحساب. وكشفت تجربة أجريت في معهد علم الحيوان بجامعة بون الألمانية أن بعض الأسماك أيضاً تتمتع بموهبة الحساب، ومنها المخطط المعروف بالحمار الوحشي مبونا، حيث خضعت لاختبارات في خزانات كبيرة صممت خصيصاً لمراقبة أدائها، ودربت في هذه الخزانات على التعرف على اللون الأزرق كرمز للجمع واللون الأصفر كرمز للطرح، وكانت إجاباتها صحيحة من خلال التفاعل الصحيح مع هذه الألوان. السحور والزينة ومدفع الإفطار، أجواء نفتقدها من العام لآخر تضفي بهجة على قلوبنا قبل الشوارع والبيوت. ولا تكتمل تلك الطقوس بلا فانوس رمضان، أحد أقدم وأكثر الرموز الرمضانية تمييزا، ولأصله قصص كثيرة ترويها لنا ندى حجاز. نتابع. وحاوي يا وحاوي، أغنية تضج بها الشوارع والأزقة ترحابا واستقبالا لهلال شهر رمضان الكريم، وملازما لها الفانوس الملون المضيء الباعث للنور والبهجة، ولأصله قصص كثيرة. شهر مبارك وبقى له زمان. الفانوس ده يعني شغالين فيه مثلا وراثه، يعني وراثه ابا عن جد، هي يعني هي في الدم. ما مشكله الشغل في الفانوس هو مرتبط بشهر واحد في السنه، بيفضلوا شغالين مثلا 3-4 أشهر دول عشان يصرفوا منهم السنه كلها. ويمر الفانوس في 3 مراحل لتصنيعه، الاولى تقطيع الصاج بمقاسات معينه حسب كل فانوس، والثانيه تقطيع الزجاج وتلوينه او الكتابه عليه، اما الثالثه تجميع الصاج والزجاج عن طريق اللحام ليخرج الفانوس بشكله النهائي. جبنا الفوانيس أحمر وأخضر، جبنا الفوانيس أحمر وأخضر. الفانوس الوحيد اللي الصين ما عرفتش تضربه نهائي، الصين نزلت ألعاب، ميكي ماوس منزلها بطة، منزلها عربية، منزلها توك توك، كل ده في الاسطوانة بس بتاعت رمضان، إنما فين روح الفانوس بقى فيه؟ لما الفانوس بتاعنا هو الديزاينر بتاع رمضان، هو روح رمضان اساسا.
ففي رواية كانت النساء في العصر الفاطمي لا يخرجن من البيوت إلا في رمضان بشرط أن يسبقها صبي مضيئا فانوسا ليفتحوا لها الطريق. وفي رواية أخرى ارتبط الفانوس بالمسحرات فكان يعلق على المساجد كدليل لوقت السحور، ويصاحب المسحرات الصبيان حاملين الفوانيس طوال جولته. من ساعة ما اتخلقنا وكان المسحرات بيطلع في رمضان بيجي يسحر بالفانوس. رمضان كريم. واليوم رغم الصيحات التكنولوجية والإلكترونيات لا يزال للفانوس التقليدي المصنوع من الصاج والمزين بالزجاج مكانته في كل شارع وكل بيت، يمر به الأطفال والكبار في الشوارع مع بداية الشهر مهللين فرحا وحوي يا وحوي إيوحى. أحلى حاجة في رمضان في مصر عامة أحلى حاجة فيه البهجة، تعليق الشارع والأطفال ما شاء الله بيبقوا حواليك فرحانين برمضان وتعليق رمضان. فانوس رمضان أبو شمع الصغير الجميل ده بتاع زمان ده ليه عندنا ذكريات رهيبة. رمضان كان صباح العربية ندى حكيم. أهلا بكم من جديد. عادة ما يسيطر العطش على الصائمين في نهار أيام شهر رمضان الكريم، هذا العطش يدفعهم يا نادين للرغبة بشرب الماء وغيره من المشروبات التي قد يرتفع فيها السكر وتكون أحيانا كثيرة بلا فائدة. مع الوقت تغيرت عادات الناس وصاروا يلجؤون إلى مشروبات أكثر صحة تعتمد على الفاكهة غير مضاف لها السكر، أو على مزج عدة فواكه مع بعضها. هذا المزج الذي قد يكون في بعض الأحيان خاطئاً وغير صحي. اليوم سنتعرف على مقاربة جديدة للعصائر الصحية في رمضان. قبل ذلك ننتقل إلى الأردن لنتابع هذا التقرير عن العصائر التقليدية إنجاز التعبير. قبل الفطور بساعتين سمعنا اقبال كثير على العصير الطبيعي البطيخ الشمام، يعني اكثر شيء عليه طلب اللي هو الاناناس والكيوي مع بعض، ليمون نعنع. من بعد الساعة 3 تقريباً لأذان المغرب بيتفاوت كل واحد دواماتهم، بس هي قبل بساعتين هي اللي بتكون الأمور ممتازة فيها، يعني بيكون العجقة اللي منيحة فيها، فالكل مشتاق للأجواء هاي ومشتاق لرمضان وعجقته والناس، وإحنا مشتاقين لهم. تمر هندي، الليمون، الخروب، العرقسوس، الكركدي طلب عليها برمضان الحمد لله، زي ما انت شايفة الإقبال بيكون ممتاز بالأيام الرمضانية، وخاصة إنه الجو شوي بلش يصيف. كل عام وانتم بخير. صلوا على النبي، خلي الصايم يقدر يابا، ابني نار الطبيعي يا شباب، ابني نار الطبيعي وحده الله، صلوا على النبي. في الاستوديو تنضم إلينا اختصاصية التغذية العلاجية حنين سالم. يسعد صباحك حنين، منورتنا في صباح العربية أنت والفواكه. صباح الخير حنين. صباح الورد، وكل عام أنت بخير، وكل عام أنت بخير للمشاهدين كمان. أهلا بك. طب حنين، لو نتحدث عن المشروبات الصحية، العصائر الصحية التي تفيدنا برمضان. طبعاً بتعرفوا مع ساعات الصيام الطويلة كل الناس بتلجأ لتناول المشروبات أو العصائر اللي للأسف بتكون غنية جداً بالسكريات وتكون فقيرة بالقيمة الغذائية، صح. فعشان هيك اليوم رح نحكي عن أفكار من العصائر المختلفة حتى يعني تساعدنا على أنه نلبي احتياجاتنا من السوائل، حتى نحافظ على ترطيب الجسم لفترة منيحة، خاصة خلال ساعات الإفطار، خاصة خلال ساعات
الصيام، وبالإضافة لأنه تحتوي العصائر المختلفة على فيتامينات عديدة بالأخص المضادات الأكسدة يلي طيب. حنين قبل شوي نحن شفنا تقرير من الأردن، يعني إذا بنقدر نسميها عصائر تقليدية اللي بنعرف المعتادين نشربها، كأنه اليوم زي ما أنا فهمت إنه حنين بدها تفرجينا عصائر نقدر نسميها غير تقليدية. هلا هو حتكون ميكس ما بين خضروات وفواكه لحتى بالضبط، وحتى كمان رح ابدا باول نوع اللي هو بتحتوي على البنجر والاورنج جوس. هلا اخترت هذا الميكس لانه الاثنين بيعززوا امتصاص بعض. ليش؟ لانه البنجر بيحتوي على الحديد او على الايرون، بينما الاورنج بيحتوي، البنجر هو عباره عن شمندر. الشمندر يعني ما هي عشان نفس البنجر او الشمندر. طيب بينما الاورنج بيحتوي على فيتامين سي اللي بيعزز من امتصاص الايرون من المصادر النباتيه. فكل ما ايش يفرق هالمشروب على الديتوكس؟ لا هلا دائما الديتوكس هي مختلصه من الخضروات بالاضافه مع الفواكه، لانها كلها زي ما قلت لك تحتوي على مضادات الاكسده اللي بتخلص الجسم من تدمير الخلايا المستمر، وبالتالي بتخلص الجسم من السموم. فكل هدول بيساعدوا على ترطيب الجسم، بيساعدوا على تخليص الجسم من السموم، وكمان بتكون وسيله اخرى انه انه نتناول الحصص اكثر من الخضروات والفواكه، لانه الناس بتستصعب احيانا انها تتناول الخضروات والفواكه خاصه في فتره طيب. رمضان. وبعد ما نحكي عن بقية المشروبات اللي هلأ قدامنا الملونة ونكتشف سر الخلطة معا، اليوم كمان بقولوا لك إنه قمر الدين هو زي سيد الموائد الرمضانية من نوع المشروبات. هل نقدر نحكي عن مشروبات من هالنوع توازي أهمية قمر الدين، أو حتى كمان في مشروبات إحنا نغفل عنها لكنها هي مهمة جداً حيث أهمية؟ هلأ كل المشروبات الرمضانية، قمر الدين والتمر الهندي، كل هدول المشروبات لها فوائد غذائية، بس مشكلتها الأساسية إنها بتحتوي على غنية بالسكر، فإحنا منضيف فوائدها الغذائية بإضافة كميات كبيرة من السكر، فعشان نلجأ أكثر لأنه نتحكم بكميات السكر بتحضير من المنزل بدلاً من وش. الله يسامحك على المناظر الجميلة، بس كمان شو العصائر اللي عندك؟ شم ولا تدوق اليوم. هلا نبلش باول مزيج بحب انا ابلش فيه، اللي هو هذا ما بيحتوي بس على الخضروات والفواكه، وكمان بيحتوي على مصدر من البروتين عن طريق اضافه الحليب او اللبن، وكمان بيحتوي على المصدر من الدهون عن طريق اضافه اما بذور الشيا او الافوكادو على هيك المشروب. ليش بحب انا اضيف هذول النوعين من المصدر؟ لانهم اولا بيعزز الشعور بالشبع لفتره اطول، وكمان بيقلل من سرعه امتصاص السكر بالدم داخل الجسم. مشروب عادي يعني في فيتامينات، في تعتبر وجبه متكامله، فيتامين دي وكالسيوم. نعم. تعتبر وجبه متكامله لان فيها خضروات، فيها فواكه، وفيها كمان مصدر من البروتين. حليب الفات، بتقدر انت تستخدم اللو فات وفول الفات. وفي الناس اللي عندهم حساسيه من السكر اللاكتوز ممكن انها تلجا لسكر لحليب خالي من اللاكتوز او فري لاكتوز. اوكي، والبقيه العصائر اللي جنبه كمان؟ هلا هذا خليط من الكرفس. هلا خلينا احكي شغله، دائما المشروبات الخضراء زي مثلا الكرفس اللي بتحتوي على الكرفس اللي بتحتوي على الخيار، من فوائدها انها هي قليله بالسعرات الحراريه وكمان قليله بالسكريات، فهي مفيده جدا للاشخاص الأكسدة. نعم، فهي مفيده جدا للاشخاص المرضى السكري وللاشخاص اللي بيكون هدفهم نزول الوزن. بينما هذا المشروب اللي فيه بروتين اكثر وفات اكثر هو كمان مفيد، ولكن للاشخاص اللي بدهم يزيدوا وزن اكثر. يعني انا من الاشخاص اللي لسه مش كثير مقتنع بمساله المشروب الخضروات، يعني كيف بدي اتحمس؟ هذا السؤال يعني على شوفي الشمندر والكرافس معروفين انه بيعطوا نكهه قويه، فعشان هيك احنا طبيعه الفواكه اللي نختارها حتى بالضبط تعتبر اضافه التفاح الاخضر من اكثر الميكس اللي ممكن تعمليها مع الكرافس والخيار لحتى يعطيك طعم هيك لذيذ جدا. يعني لو ما كان الدنيا رمضان كنت خليتك تدوقي. جرب. لا اجرب وكنت نصحتي كل المشاهدين انهم يجربوا هاي الوصفه. لا حجربها قبل الافطار، بعمل العصير لازم ضروري لانه كل هاي العصائر عن جد ما في عصير انا ذقته ما قلت انه هو ما مش مستصاب. أنا أوكي عيني بالعصير، بس عيني بوحدة من السلات كمان. طبعاً بدنا ننبه بخصنا خلال فترة رمضان إنه لازم نضيف الخضروات أو الفواكه اللي بتحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم، لأنه البوتاسيوم بيساعد على توازن مستويات السوائل داخل الجسم، وبالتالي بتقلل من الشعور بالعطش. من أهم هاي الخضروات مثلاً زي عصير البندورة، ممكن إشي غريب بس ولكن بيعتبر مصدر غني من البوتاسيوم. كمان ممكن الموز، هو الموز من أكثر الأشياء المستخدمة بالكوكتيل.
التيل فبرضه بتحتوي على مصدر غني من البوتاسيوم، كمان المشمش كمان حتى التمر بيحتوي على مصادر غنيه من البوتاسيوم. فهذا الشيء فكره ذكيه انه احنا نصير نخلطها مع الكوكتيل لحتى نزيد من البوتاسيوم وبالتالي نقلل من شعور بالعطش خلال ساعات الصيام. مشكلتنا برمضان نركز على اللحوم وعلى الأطعمة وعلى اللحوم وننسى الخضره والفواكه. بالضبط. وكل يعني حتى السوائل اللي بنستهلكها بتكون بس جايه من الغنيه بالسكريات وما بنتناول خصوصا من الفيتامينات والمعادن. شكرا لك. شكرا. نجربها اليوم. حنين سالم اختصاصيه التغذيه العلاجيه، شكرا لك. انا الله يسلمك. بعد الفاصل وفي ساعتنا الثانية. فيسبوك تسيء لسمعة تيك توك، اتهامات تطال عملاق التواصل الاجتماعي الأمريكي بالتجني والتشهير لمنافسه الصيني. في سنوات قليلة تغير جذري في عادات متسوقي البقالة حول العالم، والسوبر ماركت ربما قد يشهد نهايته. إذن ازدهار التجارة الإلكترونية عالمياً غير مفاجئ في ظل نمط الحياة السريع طبعاً، وشراء البقالة عبر الإنترنت إحدى تلك الأسواق المزدهرة. قبل كورونا قاوم كثيرون من المستهلكين فكرة تسوق المستلزمات المنزلية عبر الإنترنت لأنهم أرادوا اختيار الأغراض بأنفسهم وتجنب الرسوم الإضافية. وجاءت الجائحة لتجبر الناس على تغيير تلك السلوكيات وأعطت دفعة هائلة لسوق البقالة عبر الإنترنت. ففي يونيو 2020 شكلت التجارة الإلكترونية 6.5% من إجمالي مبيعات البقالة حول العالم، بدلاً من 4.9% في 2019، وبالمقارنة مع متاجر التجزئة التقليدية تعتبر متاجر البقالة الإلكترونية أسرع. فبضغطة زر تصل الأغراض إلى عتبة المنزل بنفس اليوم، كما تتطور خوارزميتها باستمرار لتشجيع الناس على الطلب. قد تتحول متعة التسوق أحياناً إلى روتين أو عبء من انتظار في السوق أو البحث عن الأغراض المطلوبة، خاصة أن اضطريت إلى غرض على وجه السرعة مثل مطهر لجرح أو وجبة خفيفة وليس لديك الوقت للذهاب إلى المتجر. المتجر المتنقل روبومارت يحل هذه المشكلة. سنتعرف على هذا الاختراع في التقرير التالي مع رافي بوغوسيان. نتابع. في هوليوود أول مركبات كهربائية لنقل البضائع للمنازل. يمكن لأي شخص استدعاء الصيدلية أو مركبة الخضار والفاكهة أو غيرها فتصل خلال دقائق. حتى بابها يفتح أوتوماتيكياً عبر الهاتف لانتقاء المشتريات. أما الفاتورة فتصل على تطبيق. So in 2019 we actually built the first self-driving grocery store, the RoboMart prototype. And as regulation allows, we will start introducing driverless vehicles into our fleet. However, even though they're drivers today, the experience for consumer is still fully automated. الروبومارت خلق لحل مشكلة التوصيل، فالأغراض موجودة في المركبة أصلاً، ما لا يتوفر في خدمات التوصيل العادية. كما أنه يعطي المشتري فرصة انتقاء البضائع بنفسه ويضمن وصول الخضار والفاكهة طازجة وبأسعار تنافسية. We are the platform for store hailing and we are now introducing the marketplace. So different retailers, big and small, will be able to deploy their own RoboMarts, their own mobile storefronts to consumers. So that creates a dynamic where the consumers will always get the best prices. مركبات الروبومارت اليوم يقودها سائقون مع أنه لا يمكن رؤيتهم عبر الزجاج المظلل.
لكنها في طريقها إلى أن تقود نفسها بنفسها وتسعى إلى التوسع عالمياً وصولاً إلى الشرق الأوسط. لصباح العربية، رافي بوغسيان، لوس أنجلوس. مع انتشار كورونا أصبحت متاجر التسوق الافتراضية بديلاً للمتاجر المزدحمة التقليدية. دعونا نستعرض بالأرقام مستقبل سوق البقالة عبر الإنترنت، أحد القطاعات الأكثر نمواً في سوق التجارة الإلكترونية. 151 مليون ونصف مليون أمريكي هو عدد المشترين المتوقعين للبقالة عبر الإنترنت في عام 2024. 22 مليار دولار هو حجم مبيعات سوق البقالة الافتراضي المتوقع في بريطانيا عام 2023. 17.8 هو معدل الانتشار المتوقع لمتاجر البقالة الطازجة عبر الإنترنت في الصين عام 2025، وهو قرابة ضعف المعدل في 2020. عام 2029 ستكون مستودعات البقالة الإلكترونية في الولايات المتحدة مؤتمتة بالكامل، أي تعمل بصورة آلية دون الحاجة إلى موظفين بشريين. على كل المزيد تنضم إلينا في الاستوديو الجميلة الزميلة سمر المشطة، صحفية في قسم الاقتصادي. سعد صباحك دائما تنورينا يا سمر. طب سمر، صباح الأزرق. صباح الأزرق، صباح الجمال. طيب، مع أزمة كورونا تنامت سوق البقالة على الإنترنت، صحيح. نتحدث عن حجم هذه السوق اليوم وما هي توقعاتنا. صحيح سهم، بما أنك ذكرتي أزمة كورونا، هو في الحقيقة بدأ يعني التسوق عبر الإنترنت منذ فترة حتى قبل كورونا، خصوصا أنا يعني بلشت فيه قبل كورونا، يعني للأمهات العاملات انه اوبشن جيد جدا، بس طبعا جاءت كورونا وما تركت خيار غير انه نتسوق عبر الانترنت. فبلغ حجم هذا السوق بوقت كورونا، لانه كان في اغلاقات، تقريبا 43 مليار دولار عالميا. تقريبا ربع هذا المبلغ كان في الولايات المتحده فقط. سوق بقاله فقط. نعم، البقالة الإلكترونية اللي هي تشمل منتجات المنزل، يعني فريش فود، حتى منتجات التنظيف، يعني هذه تعتبر أيضا تندرج تحت البقالة. السنة الماضية تجاوز هذا السوق 53 مليار دولار عالميا وينمو بوتيرة 25%، يعني قلما من الأسواق تنمو بهذه السرعة 25% سنويا، ومن المتوقع أن يتجاوز لتريليوني دولار خلال 5 سنوات. طيب سمر، احنا كمستهلكين ومشترين بنستفيد، قاعدين بالبيت بكبسة زر بننقي وبنجيب، صح. طب الشركة المشغلة كيف بتستفيد، وهل بتكون رسوم التوصيل فري اوف تشارج ولا كيف؟ حسب يعني؟ حسب، هناك شركات مثلا تاخذ منك رسوم توصيل، مثلا اللي هي تسوي لك الانستنت اللي هو راسا، مثلا عندك طلبات ونون وغيرها اللي توصل لك بعد نص ساعه، قسم منهم يتشارجون زياده، قسم منهم حسب اذا انت طالبه مبلغ معين، او طبعا مثلا عندك شركات اخرى يعني هي تشتري البقاله باسعار ارخص اكيد، وبعدين تبيعها لنا جميعا يعني للمشترين. طبعا بالتأكيد أنا من أكبر المتسوقين عبر الإنترنت، يعني حتى نادين ذكرت ما تشتري أشياء غالية، أنا أشتري من أغلى براند إلى كل شيء على الإنترنت، يعني خلاص. طيب، ما عدا اللحمة والدجاج. نادين الفواكه. طيب سمر، يعني هي تجربة ممتعة، تجربة سريعة، سهلة، سريعة وعملية، لكن البعض يراها أكثر تكلفة من أنك تروحي للمحل نفسه. لا، إذا قارنت الأسعار في حسب التطبيق والويب سايت والمنصة، قارنوا الأسعار وشوفوا أي المنصات أرخص. في سوبر ماركت أرخص، وفي تطبيقات أرخص، لازم نقارن الأسعار لنعرف وين أرخص. بعدين لازم ننتبه أنه في حيثية على المنصات أو على الأبس التطبيقات، ممكن تشتري أيضا بالجملة، يعني أنا مثلا متفقة مع جارتي، يعني البيريز غالية معروفة لأنها مستوردة، منتجات التوت والكرز والفراولة غالية لأنها مستوردة من الخارج، فاللي نسويه مثلا نأخذ بالبلك، نأخذ صندوق البلوبري، نأخذ يعني نوفر تقريبا أكثر من 30-40%. أنا وجارتي، أنت جارتي، ممكن نتقاسمها، خصوصا يعني منتجات البيريز لأنه نستعملها
كثيرا. أوكي. فهي من التبس اللي ممكن ننتبه لها. ايضا هناك عندكم اوبشن مثلا imperfect، يعني غير كامل، مثلا بعد ليومين ينتهي صلاحيته. ففي مثلا عندك الجريك يوغرت، هو منتج غالي، هذا مزبوط. اذا تاخذيه بعد يومين وانتم تستهلكوا كثيرا في البيت، انت وفرتي. يعني هناك انت عم تحكي لنا عن اهم الترندز ولا لا؟ خلينا نحكي عن اهم الترندز. الترندز ممكن نتكلم فيها من ناحيه هي الشركات نفسها. اهم شيء بالنسبه لي شركات البقاله هذه حتى تجذبنا تجذب المستخدم، اهم شيء يكون استخدامها سهل، ما نعقد مساله التسوق او مساله الاضافه على الشوبينج كارت. لازم يكون هذا الشيء سهل ومباشر رأسا، نقدر نعمله بسهولة. أيضا بالنسبة لي إحنا كمستخدمين لازم كمان نساعد هاي الشركات لتتطور، لازم نعطيهم فيدباك. يعني في البداية كانت جدا سيئة تجربة التسوق، لأنه هذا اللي يروح يجيب مستعجل، والصراحة يمكن هو رجل ما يعرف إحنا شلون نحب، فياخذ أي شيء وتجيني خربانة. فكل مرة أبعت صورة وحرام كلهم إيميديتلي مرة باقة جرجير أجوي يغيروا لي إياها. بس أنت لازم تعطيهم فيدباك دائما لتحسني هذا. طيب سمر، من منطلق أثر الفراشة لا يزول، فكيف تساهم المشتريات والتسوق الإلكتروني في تنمية الاقتصاد وبقية قطاعات الاقتصاد الأخرى؟ طبعا التسوق الإلكتروني يعني دعم اقتصادات، مو بس دعم وخلق اقتصادات جديدة، مش بس أعمال جديدة أو شركات جديدة. يعني مثلا عندك قطاع الفنتك، لأنه الأشخاص مثلا ما كانوا يعتمدوا كثيرا في المملكة العربية السعودية على الدفع أونلاين أو عبر الكارد العام قبل كورونا. الآن بفعل التجارة الإلكترونية، لأنها ما تركت لك أوبشن وتريدين تدفعين أونلاين، قطاع الفنتك أو التكنولوجيا المالية اللي هو الدفع عبر الإنترنت كله تم، يعني هو يسموه نتورك إفكت، هذا يطلع هذا يطلع هذا ينزل هذا ينزل. عندك في صناعة جديدة كومبليتلي اسمها كويك كوميرس، اللي هو التوصيل السريع. هذه التوصيل السريع ما كانت قبل، الآن هذه كلها شركات وصناعة واقتصاد وقطاعات جديدة يعني وجدت بفعل هذه. عندك مثلا ازدهر قطاع الريل استيت اللي هو المخازن، يعني قطاع تأجير المخازن وبناء المخازن، وصارت تبنى لوجيستيك سيتي، يعني مدن لوجستية للتخزين كاملة الآن في سواء في الإمارات أو في السعودية، فيعني خلق صناعات كاملة. شكرا جزيلا لك على المساحة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وإلى فقرتنا قصة مثل مع الزميلة ولاء أبو سرايا، نتابع. أمثال شعبية قديمة تصلح لمواقف كثيرة غنية بالعبر والقيم، ومثلنا لليوم يعد من أشهر الأمثال الشعبية التي تقال عند الشعور بالطمع وعدم القناعة، هو عصفور بالإيد والعشرة على الشجرة. يقال إن رجلاً كان يمتلك عصفوراً ويسير في الغابة، وأثناء سيره وجد عشرة عصافير على غصن شجرة فطمع بها، فأطلق العصفور الذي يمتلكه واقترب رويداً رويداً من الغصن ليلقي شباكه على العصافير، ولكن العصافير طارت سريعاً قبل الإمساك بها، فخسر الرجل العصافير العشرة وعصفوره الوحيد. فقال الرجل هذه العبارة التي انتشرت وباتت مثلاً عن قصة الطمع وخسارة كل شيء. حرب تشويه سمعة شنتها شركة ميتا المالكة للعملاق الأمريكي في التواصل الاجتماعي فيسبوك على منافستها في عالم صناعة محتوى تيك توك، ذلك بحسب صحيفة واشنطن بوست. وفقا لهذه الصحيفة، فإن ميتا استأجرت وكالة خدمات إعلانية لترويج معلومات تضر بسمعة التطبيق الصيني الشهير، مظهرة رسائل بريد إلكتروني داخلية لوكالة تدعى تارجتد فيكتوري تابعة للحزب الجمهوري الأمريكي، وعملت على تشويه صورة تيك توك بنشر معلومات مضللة خصوصا فيما يتعلق بأمن الأطفال ودفعهم لإيذاء أنفسهم ومدرسيهم. بعيدا عن حرب السمعة، يبدو أن حرب الانتشار كانت الأقوى بين الطرفين فيسبوك وتيك توك، حيث وصل عدد مستخدمي فيسبوك المملوك لميتا لأكثر من 2.8 مليار حول العالم مع بداية عام 2022، بينما وصل عدد مستخدمي تيك توك إلى ما يزيد عن مليار في نهاية 2021. قلد فيسبوك خدمة تيك توك لجذب صانعي المحتوى المرئي، فأطلق خدمة ريلز التي لا تختلف كثيراً عن فيديوهات التطبيق
الصيني. سبب تيك توك الكثير من الخسائر لفيسبوك، وبحسب موقع The Verge قد أصبح التطبيق الصيني المفضل لقضاء الوقت والمشاركة القصة اليومية، وزاد رواجاً منذ بداية جائحة فيروس كورونا وحتى الآن. وفي 2020 أقر فيسبوك بالهزيمة أمام تطبيق تيك توك وغلق تطبيقي لازو وهابي ليعترف ضمنياً بأفضلية التطبيق الصيني. وبعد الفصل سينضم إلينا الخبير التقني فيصل سيف بانتظار أن يجهز معنا لحديث عن هذه المنافسة بين العملاق الأمريكي والصيني فيسبوك تيك توك. إلى فصل ونعود. نعود من حيث عدنا إلى إحنا رجعنا على فكرة سهام. فيصل سيف خبير تقني، هلا منورنا. خفنا تكون غايب عنا اليوم. نوركم. كان في خلل تقني ولا شنو؟ معاكم وكل عام. اتوقع انه ما جيت انا اونلاين بالوقت المحدد. طيب فيصل، موضوعنا اليوم حساس، تيك توك التطبيق الصيني ذائع الصيت بين المراهقين والشباب، يتهم فيسبوك بتشويه اعلامي له. تيك توك يعني التطبيق الصيني العملاق كذلك. ما سر هذه المشكله؟ وبالفعل فيسبوك يتقصد ذي تيك توك في اطار المنافسه. صباحكم الله بالخير وكل عام وانتم بخير. هذه اول اطلاله في الشهر الخير، اللهم اجعلها رب العالمين من الناس مقبول صيامنا ومقبول عملنا. الحين بالفعل الحرب ما بين تيك توك وما بين فيسبوك حرب جدا كبيره، كون انه فيسبوك موجود في الولايات المتحده الامريكيه، يبغى نحط الموضوع فان موجود في امريكا ومن امريكا ومن صناعته. فبالتالي تيك توك هالتطبيق اللي جاي من الغرب من برا مهما كانت الدول اللي جاي منه قاعد يحصل على حصة تسويقية ضخمة، قاعد يأخذ من الفلوس اللي في العادة يأخذ منها فيسبوك في حصة التسويق والتجول والتوفر عند المستخدمين. أيضا الاستحواذ على وقت المستخدمين صار أعلى في تيك توك هذه السنة، فبالتالي يمكن أحد الكروت اللي يقدر عليها الإعلام هي المقاومة بالإعلام نفسه، وهذا الأمر اللي قاعد يجي من تشويه أو من نقول من إساءة السمعة لتطبيق تيك توك من خلال فيسبوك في بعض التوجهات ومو بشكل مباشر. نعم، وفيصل لا يمكن أن نغفل بأنها تأتي ضمن إطار يعني الحرب المعلنة وغير المعلنة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. اليوم فيصل تيك توك أخذ منحا آخر، منحا أكثر رواجا. اليوم نلاحظ زحف للمستخدمين وهذه الفيديوهات الطريفة السريعة الخفيفة. في ذات الوقت فيسبوك كان يتعرض لانتقادات وتحقيقات وصلت للكونغرس الأمريكي. طيب، وسط الاتهامات بين الطرفين، من البريء منهما؟ نقدر نقول البريء هو صاحب التقنية اللي قدر يستحوذ على أكبر قدر من المستخدمين بغض النظر عن إيش قدر يسوي. ولو رجعنا بالزمن 3 سنوات هنلاقي نفسنا في عام 2019 وفيسبوك وهواوي تواجه نفس المشاكل مع أمريكا، وأمريكا حاليا هي أفضل مبيعا في مجال الجوالات الذكية. فعليا الهاردوير خلص الموضوع ويلا، وصارت أبل هي الأساسية وموجودة في أمريكا، وعارفين أنه التغذية المالية الاقتصاد الرقمي الأمريكي أحد العوامل المعتمد عليها هي الأجهزة الذكية، وبالفعل هذا الأمر وتواجد حالي. نجي لفيسبوك وأنه اختلفت آخر سنتين وصار أنه الدخل وشكل ضخم من الدخل يعتمد على نفس الانتقال خارج الولايات، وهذا الظلم بالنسبة لبعض طبعاً التوجهات. فبالتالي مظلومين حالياً، شايفين نفسهم فيسبوك بأنه كانت هذه الحصة السوقية حقت وقت المستخدمين لهم وراحت للتيك توك. هم عندهم قوانين كثيرة في الولايات المتحدة الأمريكية عليهم اتباعها وأنهم يمشون عليها 100%. طيب نجي للمنافس، المنافس ما عنده شيء واضح، موجود في الصين. كل ما كشف عليه شيء تم اتخاذ الإجراءات ضد هذا الشيء بالتوافق مع مصلحة المستخدمين. وفي النهاية ماشي أمور وقاعد يستحوذ كأنه ما عنده كم قوانين فيسبوك اللي بدأوا فيها، والوصول الحين ضخم جدا. شكرا جزيلا لك فيصل سيف الخبير التقني، تنورنا دائما من الرياض. شكرا. أنا عبد الحفيظ جعوان مراسل العربية في فلسطين، ونتعرف اليوم على طبق الرشتاية أو الرشتة،
وهو رقاق من الخبز والعدس، أو كما سماه الفلاحون القدماء الذين ابتكروا هذا الطبق إركاك العدس، وهو طبق غني وشتوي أيضا. دعونا نتعرف على طريقة إعداده. عمرها المئات عام. في عديد من الدول العربية لا تزال هناك مباني شامخة وشاهدة على عصر مضى. اليوم نصطحبكم إلى بيت يكن، تحفة معمارية تعود القرن 17 في حي الدرب الأحمر في مدينة القاهرة التاريخية، وهو تحول إلى متحف فني ومعماري وإلى مقصد لطلاب العمارة. مزيد مع سمر بشت من القاهرة، نتابع. قصة بيت يكن ترجع ل 2009 لما اشترينا البيت، بس طبعا بناؤه بيرجع لتاريخ ماضي كبير. انا تخصصي اصلا في مجال الحفاظ على التراث وترميم المباني التاريخيه. البيت ده للاسف كان في حاله لا يرثى لها ومعظمه كان مهدم. البيت ده يرجع للقرن ال 17 لما قرر احد اغوات الجيش التركي ساعتها انه يبني هذه المنطقه باسم حسن اغا كوكليان. في النص كان في مرحله اخرى للبيت تاريخيه. محمد علي باشا كان استقطع اوقاف من بعض المماليك، ومنهم كان هذا الاغا، ووزعهم على احباء. فالبيت ده بالاضافه لبيوت اخرى تاريخيه كثيره في المنطقه اداها لصهريه او ولاد اخته احمد باشا يكن وابراهيم باشا يكن. المبنى عدى عليه عصور عديده، وكل عصر منهم له مرآه او انعكاس على هذه الزخارف. والحقيقه ده اكتشفناه مع الترميم. فالفترة بتاعت حسن أغا كوكليان اللي هي نهاية المماليك أو بداية العصر العثماني هي فترة كانت بتنتمي أكتر لمفردات المملوكية. فبنلاقي على سبيل المثال مثلا العقود اللي هي فوقية دلوقتي، العقود دي كانت معمولة بالزخارف المملوكية، ودي كانت دايما بتميز المقعد الشمالي اللي موجه للشمال بيطل على الفناء، وده اللي بياخد الهواء المحبب. لما جه أحمد باشا يكن فابتدى يغطي كل هذه المفردات الزخرفية أو المعمارية، وتماما يشوه أي حاجة كان لها صلة بالمماليك. وده اللي احنا اكتشفناه بقى واحنا بنشتغل في الترميم، إن كل منزيل طبقة عملها أحمد باشا يكن نلاقي
الطبقة الأصيلة اللي هي كانت ترجع للمماليك. طبقة أحمد باشا ياكن كانت مواكبة للعصر اللي هو عصر الروكوكو، وده اللي هنلاقيه كتير بقى في عناصر كتيرة في البيت ما زالت موجودة، زي مثلا سقف المكتب بتاعي اللي هو ينتمي جدا للروكوكو. بيت سكني بإيقاعاته ومحتوياته بإيواناته. البيوت السكنية القديمة كانت بأحواش أو بأفنية كبيرة. الفناء اللي احنا قاعدين فيه ده كان هو قلب هذا البيت. الفناء ده الحقيقة يعني بيقوم عليه كل التصميم للبيوت ذات الأفنية. عددهم كان يفوق 600 بيت في القاهرة، وكل لب أو قلب حارة بيت من هذه البيوت. الفناء ده ما كانش فقط فناء لأهل البيت، كان فناء لأهل الحارة كلهم. الحاجات دي كلها بدينا نحن ندخلها في أساليب الترميم. خليط من الأحجار والأخشاب، الأحجار تبنى في الحوائط والأخشاب في الأسقف، إلا من بعض الأسقف الصغيرة جدا اللي فيها كمان قبوات مبنية بالأحجار في بعض الحالات البسيطة. اختيارنا للاسم ذاته هي إحياء فكرة الحارة، إن إحنا بنتكلم على حارة اليكنية اللي اللب بتاعها أو قلبها بيت يكن. أهلا بكم مشاهدينا، نتابع تداولات أسواق المنطقة. بالطبع بشهر رمضان بعض الأسواق تفتتح متأخرة مثل السوق الكويتية، بعد قليل تبدأ تداولاتها. حتى ساعة أسواق الإمارات عاملة، عم نشوف تباين اليوم. سوق دبي على بعض الارتفاع الآن، سوق أبوظبي من بعد ما أغلق يوم أمس عند مستوى قياسي مرتفع جديد، اليوم يتراجع بعض الشيء. خلينا نلقي نظرة على الأسهم التي تحرك هذه الأسواق. أولا بأبوظبي عم نتابع سهم اتصالات. اتصالات عقدت الجمعية يوم أمس وأقرت توزيع 40 فلس عن النصف الثاني من 2021. الأحقية هي لحاملي الأسهم بتاريخ 13 أبريل، رح يحق لهم الحصول على هذه التوزيعات. كانت اتصالات وزعت 40 فلس أيضا عن النصف الأول من العام 2021. الدار العقارية على ارتفاع اليوم. أبو ظبي للموانئ بدأت على ارتفاع وعكست اتجاهها نزولا الآن. الشركة وقعت اتفاقية لمدة 5 سنوات مع أدنوك لوجيستكس، وذلك من أجل إدارة منطقة اقتصادية بكيزاد ستخزن لتخزين مواد البولي أوليفينز التي تنتجها شركة بروج. هي كانت باعت هذه المنطقة إلى أدنوك لوجيستكس سابقا. إيباكس للاستثمار على ثبات اليوم، كانت سابقا معروفة باسم رأس الخيمة. الأسهم المصرفية على تراجع اليوم. نلقي نظرة على التداولات بسوق دبي، فإذن مؤشر السوق على بعض الارتفاع. هذا سهم إعمار يعود للارتفاع الآن، إعمار للتطوير على ثبات. الاتحاد العقارية والعربية للطيران على تراجع. نكتفي بهذا القدر، أعود ألقاكم بعد قليل لتحضير لافتتاح سوق الأسهم السعودية. عودة الآن إلى صباح العربية. ونعود الآن إلى الشيف نبيل بقوس بانتظار أشهر طبق. مش طبق هو يعني بريك. إيه مقبلات في المغرب العربي، البريك. تعرفنا عليها شيف طبعا للتوضيح. بدك تقولي لنا ليه بتقولتي بريك وليه أنا قلت بريك؟ بالضبط. ليه؟
احنا في الجزائر بالجزائر تقولوا شو بس نعمل البريك التونسي بس بتونس يقولوا بريك بريك بتكون مفتوحه وبتتسكر صح يا شيف على اثنين هذه اللي بعرفها انا بس انت تعرفني عليها شفنا اهلا اهلا وسهلا ومرحبا ومرحبا بكم في اي سي سي اي سكول اليوم مش نعملوا البريك شنو هو كما قلت انتم بالضبط هو البريك مقبلات مقبلات تابع للستريت فود التونس نتاع تونس نجمو تخمو الفلافل نتاع تونس هو البريك يطيبوه برشا كما يطيبوا الفلافل في لبنان مثلا صح. حلو. اوكي, أوكي. يعني اليوم حبيت نعمل لكم اليوم البريك مخلط بالثقافه ايطاليا مش نحطوا فيها الكربونارا فليفر شو يعني كيفاش معموله الكربونارا هي الكربونارا معموله بالباستا اوكي ويحطوا فيها البيض يحطوا فيها جبنة البارميجانو يحطوا فيها البهار الأسود ويحطوا فيه اللحم المدخن أوكي يعني اليوم مش نعمله مش نستعمله ورقة هي ورقة السبرينغ رول أوكي في بلاست ورقة البريك التونسي بالرسمي على خاطر سهلة باش تلقاها باش تشريها بالحانوت بالسوبر ماركت It's very easy to find it. أسهل باش تلقى هذه من البيت. يعني هي مش نطبخوها بالزيت الزيت لازم يكون بتاعه 180 درجة الحرارة هذه الدرجة درجة باش نطبخه بالزيت أوكي باش نطبخه أي شيء بالزيت أوكي يعني نوريكم كيفاش مش نعملوا اليوم البريك شيف نبيل وانت عم تعملنا البريك أيوة. تونسي انت قلت انه البريك أيوة. هو من الستريت فود وعنصر كأنه يشكل هيك أكلة شعبية في تونس لماذا احتلت هذه الأهمية في تونس وأيضا في رمضان ومنحسها موجودة في الموائد يعني سواء في رمضان أو غيره كمقبلات هو برمضان يتاكل دائما في كل افطار تلقاه على الطاوله نتاع تونس وقت ما يتعشاو في الافطار بس تنجم تلقى البريك از ستريت فود وقت ما تمشي تدور بتونس بسيدي بوسعيد مثلا بقرطاج كي تدور تلقى الناس يطبخوا على الكيات يطبخوا الستريت فود يطبخوا البريك ولا البلابي ولا مثلا يطبخوا حتى يعني اكل شعبي انت مثلا البامبلوني الحلو هذا وهذا البريك المالح مثلا البامبلوني بالضبط 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 طب بس يا شيخ ما تحرمنا من طريقه التحضير بدي اتعلم قبل ما نخلص الحلقه ما انا شايفتك مركزه كثير معنيه بدك تشوف الطريقه كل واحد واهتماماته يا حبيبتي طيب شو نحط فيها الورقه فاين دايننج بطريقه شكلها حلوه اوكي بورقة البريك اوكي مش نحطوا فيها شوية جبنة البارميجانو مطحون اوكي نعمروها هيك ونعملوا فيها نقبة من جوا من الوسط الوسط راح نحطوا بيضة اوكي عظم كما نقولوا نحن في تونس تحية لتونس اوكي يعني نكسروا العظم نكسروا البيض هيك نحطوا الابيض البيض نحطوه في بول اوكي ونخليه كان اصفر البيض ونحطه بالوسط نتاع البريكه اوكي نحطه كان الصفار البيض عشان الكربونارا الرسميه هي معموله كان بالصفار البيض مش بالبيض مكمل وعندنا هنا عندنا الابيض البيض اوكي نخلوه وناخذ نكفي ونحط شويه جبنه البارميجانو فوق هيك ايوه ونحط اللحم المدخن اوكي اللي هو مثل البيكون حلو نحطوه من فوق كده واخشي الكربونارا فيها ديما برشا بحر اسود اوكي اللي هو عندنا لهنا البحر الاسود نحطه فيه من جوا هيك ايوه وباش نقفلوا البريكه متاعنا نستخدموا الابيض البيض اوكي بشيتا هيك نحطها هيك نحطها لهنا على الادج نتاع البريك بالضبط هيك ومن بعد نقفلوا البريك متاعنا هيك نعملوا مثلث
صح؟ جميل. تريانجل. بس أنا أكثر مكون لفتني يا شيف الهريسة التونسية ما حطيتها. اي حطوا مش أوريكم كيفاش حطيت الهريسة على الصحن. أوكي نحطه لتقلاه. نحطه بالزيت. حلو. الزيت لازم يكون دائما 180 درجة بالحرارة 185 باش نقيسه في حرارة نلقاه حتى الترمومتر مثل هذا عادي تلقاه طيب. على الانترنت نشوف واحدة جاهزة شيف نستعملوه بالزيت ونشوفه أوكي أيوة عنا لهنا واحدة جاهزة نحن من جهتين أوكي بالزيت عنا جاهزة حطيت شوية هريسة بالطبق وخديت سباتولا عملت لها هيك أوكي وبعدين نحط شويه سلايد الله انا شويه مايكرو جرينز هي الله اوكي صلي على النبي وملح شويه بالملح ايوه ونحطه تعال من فوق نحط اخر شيء فوق البريك ديما بعد ما نحطه بهالصحن الضيافي ايوه نحطه قابه حامض على خاطر البريك تاكل ديما بالحامض وعندنا البريكة متاعنا والحامض وبصحتين الهريسة وين حطيتها؟ هي طيبة الهريسة حطيتها بالصحن يعني وعديتها بالسباتولا من فوق مش كلهم يحبوا حار مش نعمل شك اللي حب يحط يحطها اللي ما يحبش ما يحطهاش هاي طريقة التقديم تبع الشيف نبيل ايوه هذه طريقة التقديم تبعني أنا وكمان الفكرة نتاع المحشي باش نحشيه البريك بحاجة إيطالية شيف نبيل سريعا بحبوها الإيطاليين حبوها لما كنت عايش بإيطاليا شيف نبيل أنا وقت ما كنت عايش بإيطاليا شغلي الحقيقي هو باش نوري للناس كيفاش يعملوا الطبخ نتاعنا التونسي الطبخ المغربي يعني الطبخ تبع البحر الأبيض المتوسط أنا نعمل فيه بإيطاليا والناس تهبل يعطيك الصحة شيف كريزي من دبي شيف نبيل بقوس يعطيك الصحة يعطيكم الصحة عايشك أنتم شكرا عايشك ورمضانكم مبروك تسلم والله الأكل فرحة وسعادة أي والله حلو مشاهدينا في أمان الله اللقاء